تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور على ميس من جامع المصلي في محيط مخيم عين الحلوة، حيث نتابع آخر التطورات في موضوع الاشتباكات هنا في هذا الجامع، حيث توافد منذ اللحظات الأولى لاشتباكات عين الحلوة حوالي 1300 نازح لاجئ فلسطيني، و طبعا تم إخراج عدد كبير منهم، وزعوا على جوامع وعلى مدارس مدينة صيدا نظرا لعدم القدرة الاستيعابية لهذا المسجد. طبعا اليوم عم نطرح قضية لم يعد هناك مكان آمن في مدينة صيدا، والسبب هو سقوط القذائف والرصاص الطائش من كل حدب، والصوت في محيط مخيم عين الحلوة وحتى داخل أحياء وأرجاء مدينة صيدا. بالحسبة سقطت قذيفة على الطرقات على الأوتوسترادات، لذلك عملت القوى الأمنية منذ ساعات الصباح على إقفال الأوتوسترادات الرئيسية، تحديدا عند نزول من النبطية مثلا إلى مدينة صيدا، الأوتوستراد حول بحري من مدينة صور أيضا باتجاه مدينة صيدا، أيضا تم تحويل السير على الطريق البحري. لذلك يعني يمكن القول أنه هناك وضع متوتر على الطرقات نظرا لسقوط القذائف والرصاص بشكل عشوائي جدا. على كل حال، ماذا عن التفاصيل وكيف كانت الأجواء هنا في هذا المسجد تحديدا ليل أمس عندما اشتدت وتيرة الاشتباكات؟ نطلع على التفاصيل معك قاضي محمد، يعطيكم العافية، عم نتابع معك لليوم الثاني على التوالي. بكل أسف ولا تزال الاشتباكات مستمرة، امبارح بالليل كان الوضع متوتر على الآخر، حتى هون بالمسجد الأهالي كانوا بيعتقدوا أنه هن بمأمن، ولكن حتى رصاص طائش والقذائف كانت عم تطالكم. خبرنا ما عشتوه ليل أمس. نحن اليوم زي ما شايف اليوم الرابع على التوالي نحن موجودين على الأرض. امبارح مساء اشتدت وتيرة الاشتباكات، فكان في رصاص طائش جدا جدا هائل بكمية هائلة، حتى القذائف كان عم يتفجر بالهواء فوق المسجد. حاليا المسجد منه منطقة آمنة، منه سيف زون للعالم. بالإضافة يعني لامبارح اضطرينا إنه كل العالم اللي بيكونوا بالساحة نفوتهم لجوا، لأنه هذا الشيء بشكل خطر على حياتهم. نعم. بشكل عام الوضع كيف اليوم؟ حتى يعني من داخل المخيم بعدها متوترة الحكاية، بس من هون اللاجئين يعني امبارح كان عندنا مشكلة نقص غذاء، كان عندنا مشكلة نقص المعونة، اللباس، الفرش، اليوم كيف الوضع؟ هل تحسن أم إنه بعدنا بحاجة لمناشدة ولا مساعدة؟ نحن بكل صراحة بعدنا بحاجة للمناشدة والمساعدة. السبب انه لسه بعدها الكمية قليلة، رغم انه نحن حاولنا ننقص من الاشخاص الموجودين هون، نبعتهم على اماكن تانية. يعني امبارح بعتنا 280 شخص على مدرسة نابلس، بعتنا كمان بحدود 350 شخص على بلدية صيدا، بالاضافة ل 100 شخص اللي هن موجودين بمستودع بطلات المحافظ. قللنا العدد بس بعد الكمية اللي عم توصلنا قليلة منا كافية للجميع. حتى اليوم عم نشوف في حركة نزوح، إذا بيقدر زميلنا علي كمان يفرجينا أنه حتى اليوم شهدتم حركة نزوح من داخل المخيم، بعد الناس عم تنزح لليوم الرابع على التوالي. صحيح، حركة النزوح كل ما عم تتوسع نطاق الاشتباكات، كل ما حركة النزوح عم بتدلها شغالة وهي بتزايد. وين المحاور اللي ما عندي علم صراحة، ما عندي علم، بس نحن يعني من حركة النزوح صرنا نعرف انه في منطقة تانية بلش فيها الاشتباك، فبعده حركة النزوح هلا عم يظهر عالم من جوا، يعني العالم عم تنطر زي هفوة لوقف اطلاق النار لإسارة بالخروج. شكرا لك قاضي محمد. أيضا بعد شوي رح تابع موضوع النزوح وحركة النزوح المستمرة، ولكن خلينا نطلع عن الحصيلة، يعطيكم العافية، جهاز الدفاع المدني بفرق الإسعاف والإنقاذ بالجمعية الطبية الإسلامية، يعطيكم العافية. إذا فينا نحكي شوي عن حصيلة جرحى أو إصابات عم تنقلوها. اجمالا نحن متواجدين هون بجامع المصلي منتابع النازحين، نحن متعاملين اليوم مع 11 حالي هون بالجسم،
برا ما مش عارف قد ايه عشان نحن نطاقنا غير يعني بس في حالي بس بجامع المصلي تم التعاون. اوكي وفي لنا 4 فرق على اطراف المخيم هليك بتابعوا الاصابات بس ما عندي علم. عندك فكرة عن حصيلة ال4 فرق اللي تابعين للجمعية عندكم؟ لا اليوم لا. بس بشكل عام الإصابات كيف عم بتكون؟ يعني مثل هون ضغط سكري في تغيير جروحة في إصابات منغيرها عن جراح في منهم نخدهم على المستشفيات بكون عندهم حالة نقص بالمعدات الطبية بالأدوية. هل اليوم تطلقوا عبرنا مناشدة لمساعدة مرضى السكري والأمراض المزمنة بالأدوية ولا ماشي؟ هون مفروض يكون هون ما في أدوية يعني مفروض يكون في عيادة نقالة تابع شؤون عشان عم ينطلب ضغط سكري في مواد في حساسية في عندك تلسيميا هول دائما عم ينطلب منا بس نحن كلفت بالامس خلال تغطيتنا ببلدية صيدا هناك امراض معدية كالاسهال كفيروس بالعين هل هناك بجامع المصلي حالات مماثلة او امراض معدية؟ طبعا اول ما جينا كان في حالات كتير يعني بحدود 40 3-4 عيال هول كلهم منصابين بالمرض المعدي نشدنا القيمين على المسجد انه هول لازم ينفرزوا على جنب عشان هول بيعدوا وهلا ما عاد في منهم يعني فرزون لمدارس تانية. شكرا لك يعطيكم العافيه. خليني اتابع مع العم اللي حاليا يعطيك العافيه. عم انا شفتك حامل اغراضك وهلا ظهرت من المخيم صحيح اليوم نزحت يعني. كيف ليش بعدك لليوم لظهرت؟ وين بدي اطلع خيا؟ وين بدي اطلع على الجامع هون على البهدله ماني طالع. كان الوضع آمن عشان كنت باقي ولا لا نهائيا مو آمن لا نهائيا مو آمن وبنصح كل واحد جوا انا شلون ما كان يدبر حاله ويطلع باي طريقه يطلع وخاصه اذا مع اولاد صغار. في صعوبه اليوم بال كثير 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 يعني تقريبا شي 3/4 ساعه لبين ما طلعت بس من منطقه الطوارئ لبرا بس لو وصلت لحج الجيش بس وصلت على حج الجيش خلص امنت بس من الطوارئ لحج الجيش هاي بدك يعني هي بجميع الحواب بالايام العاديه بين الدقيقه والدقيقه وربع بتكون برا بس هلا اكلت معي اكثر من 3/4 ساعه لو وصلت له. ليش يعني رصاص ضمان رصاص وقذائف ما في مستحيل والحمد لله. طيب هالاربع ايام كيف مروا عليكم؟ مروا علينا 4 ايام بالادغال بتعرف هالادغال مثل الادغال كانك بالادغال عايش فيلم اكشن والحمد لله نفدنا ومش الحال وطلعت مرتي وبنتي والامور بخير نشكر الله. في ناس جوا داخل المخيم عيال والله في عالم يعني بس المشكله المساكين مو قادرين يعني قديش حاولنا نطلع مثلا نسوان طلع اولاد صغار ما بدن بقولوا لك خلينا هون نموت هون ولا نطلع لبرا لانه عم يسمعوا من برا العالم شو عم يصير فيهم بقول لك اخي عم نروح على الجامع عم نتبهدل وعم نسوي مشاكل فلا خلينا ببيتنا بنموت هون. كل شيء ببيوت عاليه نزل لتحت على البيوت الارضيه قاعد يعني حجم دمار هائل. هلا ضمن عنا ما في شيء بالوقت الحالي ما في شيء لهلا بالطوارئ ما في شيء لهلا بس كل شيء بيوت عاليه كلها نزلت العالم لتحت قعدت تحت نعم. يعني بيوت هلا البيت العالي مثلا مثل الطابق الثاني وما فوق ما بنسكن فيه في بيوت كتير فاضيه تحت نزلت العالم عليها قعدت نعم. انا هلا صار لي 4 ايام مثلا قاعد تحت بالبيوت الارضيه قاعدين الوضع صوت هلا تحت امن كحياه بس اما كاصوات وهاي حاله رعب عايشين الاولاد كثير كثير كثير. شكرا لك. عم كمان من منطقه الطوارئ؟ من التعمير. التعمير وضعه مش افضل من الطوارئ نفس الشيء. كمان شو بتخبرنا؟ انت نزحت من اليوم الاول ليلا؟ يعني 5 ايام صار لك 5 ايام بشو. طيب شو الوضع؟ كيف كان الوضع وقت ظهرت؟ هل قدرت تدخل تطمن على بيتك على وضع سيء؟ انا صعب. شكرا لك يعطيكم العافيه. الحمد لله على سلامتكم. فاذا مشاهدينا مثل عم نقدر نتابع ونسمع من النازحين اللاجئين الفلسطينيين اللي موجودين بجامع المصلي الوضع لا يطمئن.
هناك يعني وتيرة الاشتباكات احتدت. صباحا كان زميلي محمد وزميلي علي طبعا عم يتابعوا الاشتباكات من نقطة أعلى، بتقدروا تتابعوا كيف القنص وكيف القذائف تسقط بشكل كبير جدا، حتى أن هذا الجامع حيث نحن متواجدون الآن اللي كنا بنعتقد أن نحن هون موجودين بمأمن، ليلا بالأمس ليلا كان وابل من الرصاص والقذائف يسقط في محيط هذا المسجد، لأنه بالأمس اشتدت بالفعل حدث الاشتباكات. حتى في هذه اللحظة القنص الرصاص بشكل عشوائي وأيضا القذائف تسقط، حتى عم نقدر نسمع يعني الرصاص كل شوي. برجع بحييكم على كل حال وسأتابع معكم طيلة هذا النهار. أنا إبراهيم ضاوي وزملائي علي ويوسف من خلف العدسة، بحييكم إلى اللقاء.